السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلاب الثاني المتوسط، أهلا وسهلا بكم في حل تمرينات مادة الاستثناء، تمرينات الاستثناء الخاصة بمادة اللغة العربية للصف الثاني المتوسط صفحة 127. هاي تمارينات الاستثناء صفحة 127 في كتاب اللغة العربية الجزء الأول. عندنا أول شيء الاستثناء، التمرين الأول، ما المقصود بالاستثناء وما أركانه؟ الاستثناء احنا أول شيء نرسم مخطط، يقول ما المقصود بالاستثناء وما أركانه، وارسم مخطط وضع فيه أنواع الاستثناء، واذكر الأسماء المنصوبات التي تعرفت عليها في دراستك السابقة. الاستثناء هو إخراج ما بعده أداة الاستثناء من حكم ما قبلها، هذا بالنسبة إلى تعريفه. بالنسبة للمخطط أنواع الاستثناء، احنا قايلين لكم سابقا ان عندنا نوعين من الاستثناء، يا اما استثناء تام يا اما استثناء مفرغ. الاستثناء المفرغ اول شيء نجي عليه انه يجب ان يسبق نفي، والشيء الثاني انه المستثنى منه ما موجود. الاستثناء التام يجي نفي او يجي غير نفي، اذا يجي نفي يصير تام متصل مثبت او تام منقطع. التام المتصل انه المستثنى منه من جنس المستثنى، المستثنى من جنس المستثنى منه، او التام المنقطع يكون المستثنى منه ليس مستثنى ليس من جنس المستثنى منه. الشيء الاخر احنا دائما يعني نقول لطلابنا انه احفظوا فد مثال، مثلا ما جاء الا محمد وما جاء الطلاب الا محمد. ما جاء الا محمد هذا استثناء مفرغ، وما جاء الطلاب الا محمد هذا استثناء تام متصل منفي. نجي على النقطة الثالثة بالموضوع، أذكر الأسماء المنصوبات التي تعرفت عليها. إحنا ستعرفنا تعرفنا على المفعول به، المفعول فيه سواء كان ظرف زمان أو ظرف مكان، والمفعول المطلق والحال. زين، نجي على التمرين الثاني. التمرين الثاني يقول عين أركان الاستثناء فيما يلي ثم بين نوع الاستثناء. يعني قال تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا. هنا أنا يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، شوفوا إلا قليلا، فإحنا المستثنى يا أيها المزمل قم الليل ليلة إلا قليلا، هذا تام متصل مثبت ما كنا فيه، وقليلا هو جزء من الليل. زين، نجي هنا أنا قال تعالى لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. هنا لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا، شوف أول شيء منفية صح؟ قدامها لا، لا يسمعون فيها لغوا إلا هنا قيلا، قيلا هي جزء من اللغو من الكلام. زين، القول هو جزء من اللغو، فهذا التام متصل منفي لأن قدامه منفي. نجي على الثالثة، كل شيء ينفذ بالإنفاق إلا العلم، كل شيء ينفذ بالإنفاق إلا العلم. هنا عندنا ينفذ بالإنفاق، شوفوا بالإنفاق إلا العلم، أول شيء جملة مثبتة صح ولا لا؟ يعني ما أفكر بالاستثناء المفرغ، كل شيء العلم، إذا تام متصل مثبت. تام متصل مثبت. نجي على الجملة اللي وراها اللي هي يقول ما جاء إلا محمد مبينه، هذا استثناء مفرغ، وأنا أقدر أشيل ما أشيل إلا أقول جاء محمد، الجملة تامة المعنى يكون استثناء مفرغ، وهنا في هذه الحالة اللغة أداة الاستثناء ما تعمل. الجملة اللي وراها يقول تهيئ الحجاج للسفر إلا المركبات، شوف هنا أنا السفر الحجاج إلا المركبات، هذا التام منقطع لأن المركبات ليست من جزء من جنس الحجاج. زين، فهذا بالنسبة للتمرين الأول. الثاني، التمرين الثالث يقول تأمل ثم أجب، ما عقب إلا المذنب تصدأ المعادن إلا الذهب. يقول أعرب الجملة الأولى إعرابا كاملا، ما عقب إلا المذنب، فمن نعرفها ما عقب إلا المذنب ما نافية غير عاملة، عقب فعل ماضي مبني لمجهول مبني على الفتح، انتبهوا. إلا هنا أداة استثناء ملغاة أو أداة حصر، ليش؟ لأن إذا أشيل إلا وأشيل لا سر عقب المذنب، جملة تامة المعنى. إذا من تكون جملة تامة المعنى يعني المستثنى منه غير موجود، المذنب نائب فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.
يقول ما الموقع الإعرابي لكلمة الذهب في الجملة الثانية ولما تصدأ المعادن تصدأ المعادن إلا الذهب. شوفوا تصدأ المعادن من أشيل تصدأ المعادن الذهب. هنا الجملة تامة صح لا؟ جملة مو منفية. إذا الذهب هنا نصب ليش؟ لأن أداة استثناء تام متصل ما كنا فيه. فيعرب مستثنى، مستثنى منصوب علامة نصبه فتحة. يجي السؤال وراء يقول ما اعرف الا في الجملتين بينهما على ذكر السبب. هنا الا لقينا ملغاة حصر لان الاستثناء مفرغ. هنا لا الا اداة استثناء. ليش؟ لان بالاولى شنو السبب؟ انه مستثنى مفرغ. وبالجملة الثانية شنو اداة الاستثناء؟ شنو السبب؟ لان الاستثناء هنا تام متصل، تام متصل مو منفي، تام متصل وليس منقطع، لأن المعادن الذهب جزء من جنس المعادن وليس جزء من جنس المعادن. نجي على يقول سمي ما تحته خط الجمل التالية مختارا ذلك مما بين الأقواس. قال تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. فأجي هنا وما محمد إلا رسول، هذا مبين استثناء مفرغ. إذا شلت ما وشلت إلا فراح تصير جملة تامة المعنى، محمد رسول مبتدأ وخبر صح؟ فإذا هنا صارت جملة تامة المعنى فيصير استثناء مفرغ. خرج اللاعبون إلا واحدا. شوفوا اللاعبون هنا أول شيء استثناء شنو؟ تام صح ولا لا؟ استثناء تام. فأجي على الجملة الثانية راح يكون المستثنى منهم الأول استثناء مفرغ، الثاني مستثنى منه اللي جار جواها خط اللاعبون شنو؟ مستثنى منه. الثالثة لا يكون الوطن إلا جبال، هنا أداة استثناء، أداة حصر، زين أداة حصر، أداة استثناء. لا يكون الوطن جبال، إذا هذا أداة استثناء حصر. زرت مدن العراق إلا البصرة. هنا إيش عندنا البصرة؟ البصرة إحنا طلعناها المستثنى هنا المستثنى هذا البصرة شنو؟ مستثنى، مستثنى منصوب علامة نصبه الفتحة. قرأت الجريدة إلا الصفحة الأخيرة. شوف هاي كلها جار جواها خط، يعني يريد استثناء تام لأن مثبت، والصفحة الأخيرة هي من جنس الجريدة، فإذا هو استثناء تام وليس منقطع. نجي إلى السؤال الوراء أعزائي الطلبة، يقول التمرين الخامس اللي هو خلينا نشوف شو التمرين الخامس بالبداية. يقول خرج من بيته صباحا بعد أن اطمأن على عائلته وسعى إلى النهر كعادته هادئا النفس، على فمه ابتسامة خفيفة لا تصور إلا حزنا خفيفا، ومع ذلك لا يملك في نفسه شيئا إلا الثقة بالله وإنه سيسوق له ولعياله رزقا حسنا. وحين ألقى الشبكة فرت الأسماك إلا سمكة كبيرة علقت فيها، ولما رآها سر بها وأخذ ينظر إلى السماء ولا يسمع منه إلا تمتمة بكلمات الشكر، ثم لا ولا يسمع منه إلا تمتمة بكلمات الشكر، ثم وضعها أمامه ونظر إلى الناس وإليها فحملها على ظهره وانطلق، فلم يرد إلا أن يؤثر لم يؤثر بها أحد إلا عياله. يقول بعد أن قرأت القطعة أجب عن الأسئلة الآتية: أرسم مخطط توضع فيه نوع الاستثناء الوارد في القطعة واستخدم جملة منها. ثانيا عين كل المستثنى منه المستثنى الواردين في القطعة، صنف الأداة إلا بحسب نوعها واذكر الأسباب، انشأ جمل تشبه الجمل التالية. هسه احنا خلينا نجي على أول وحدة. احنا نرسم المخطط عادة، هذا المخطط لا تصور إلا حزنا خفيفا، لا تصور إلا حزنا خفيفا. نجي على هذه الكلمة لا تصور إلا، لا تصور إلا حزنا، إلا حزنا خفيفا. نجي عليها نجاوبها أعزائي، هذا نوع من الاستثناء المفرغ. شوفوا المستثنى منه ما موجود، تصور حزنا خفيفا جملة تامة المعنى. فبهذه الحالة
ايش اسوي اني استثناء منه محذوف الاداه الا اداه حصر او ملغاه والمستثنى حذفه. المستثنى هنا كنوع بس مو اعراب مستثنى، لا اعراب هنا مفعول به اعزائي الطلبه. لا تصوروا الا حزنا، هنا تصوروا حزنا، فالحزنا هنا جبتي مفعول به واداه الاستثناء ملغاه. الحاله الثانيه لا يملك في نفسه شيئا الا الثقه بالله. المستثنى منه شوفوا لا يملك في نفسه شيئا، المستثنى منه موجود اللي هو شيئا الا الثقه، هنا تام متصل منفي لان الثقه بالله هي جزء من الشيء، فاداه من جنس الشيء، فاداه الاستثناء هنا اللي هي الا والمستثنى منه الثقه، ويعرف مستثنى منه منصوب علامه نصبه الفتحه. اجي فرت الاسماك الا سمكه كبيره، هنا تام متصل مثبت. سمكة كبيرة هي جزء من الأسماك، فهنا المستثنى منه والمستثنى سمكة، سمكة كبيرة، هذا المستثنى منه منصوب علامة نصبه الفتحة. ولا يسمع منه إلا تمتمة، هنا إذا أشيل يسمع منه تمتمة بصير مستثنى منه شنو مفرغ، زين لأن الجملة غير تامة المعنى وأضاف إلى أنه العفو الجملة تامة المعنى وأضاف إلى أنه مسبوق بأداة نفي لا يسمع منه والمستثنى منه غير موجود. فلم يرد أن يؤثر بها أحد إلا عياله، يؤثر بها أحد إلا عياله، هنا تام متصل منفي لأن أن شوفوا انتبهوا أن هنا أداة نصب، نصبة الفعل المضارع. زين نجي على الثانية، يقول عين كل من المستثنى منه والمستثنى الواردين في القطعة. عندنا المستثنى شيئا، المستثنى منه شيئا، المستثنى الثقة الأسماك سمكة، والمستثنى أحدا عياله. يبقى ذاك تدرون أنه المستثنى غير موجود بالحالة اللي لا يسمع، هذه اللي هي لا يسمع منه إلا تمتمة بكلمات الشكر، هاي ما موجود. وأيضا عندنا بعد كلمة اللي أيضا لا تصوروا إلا حزنا خفيفا، لا تصوروا إلا حزنا خفيفا، هاي لا تصوروا إلا حزنا خفيفا، أيضا الاستثناء هنا غير موجود المستثنى منه. زين نجي على التمرين اللي وراء، يقول هو نفس التمرين ثالثا، يقول صنف الأداة إلا بحسب نوعها واذكر السبب. هي عندنا نوعها يا أما تكون أداة استثناء يا أما تكون أداة حصر ملغاة، فإحنا لا تصور إلا حزنا خفيفا هنا أداة حصر ملغاة، السبب استثناء مفرد. لا يملك أداة استثناء، استثناء تام متصل إذا منفي يخلي منفي. فرت الأسماك أداة استثناء، هنا استثناء تام متصل مثبت. ولا يسمع منه إلا تمتمة، هنا أداة حصر ملغاة، الاستثناء مفرد. فلم يرد أن يؤثر بها أداة استثناء، الاستثناء تام متصل منفي. زين نجي على التمرين بعد، يقول استعمل الاستثناء للتعبير عن المعاني التالية. رابعا انشأ جمل تشبه جمل التالية من حيث نوع الاستثناء. استعمل الاستثناء للتعبير عن المعاني التالية. السؤال اللي وراء يقول ما فاز إلا المجتهد، هذا استثناء مفرغ. نجح الطلاب إلا طالبا واحدا، هذا استثناء تام متصل ومثبت. وما قرأت شيئا إلا قصيدة، هذا استثناء تام منفي. زين نجي على التمرين اللي وراء، التمرين السادس، يقول استعمل الاستثناء للتعبير عن المعاني التالية. حفظت النصوص وبقية قصيدة واحدة. الاستثناء اللي استخدمناه احنا حفظت النصوص إلا قصيدة واحدة، هذا بالنسبة أثمرت الأشجار كلها ولم يثمر العنب، أثمرت الأشجار كلها إلا العنب، لا أشغل الساعات قراءتي باللعب إلا ساعة واحدة، ما عاد أخوك الكتب المستعارة إلى المكتبة وأرجع كتابا واحدا. أقول ما عاد أخوك الكتب المستعارة إلا كتابا، ما أعاد أخوك الكتب المستعارة إلا كتابا واحدا. هذا أعزائي الطلبة فيما موجود في حل تمارين الاستثناء اللغة العربية، اللي هو هذا آخر موضوع في كتاب الجزء الأول، وإن شاء الله احنا مستمرين معكم في حل التمارين.
لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، واكتبوا لي بالتعليقات ان المادة اللي تحبون نشرحها في القواعد او نحل تمارينها. شكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.